السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى كي تدخلكم لا فيديو تاع اليوم كامل تكون بخير ومهنيين وبصحه جيده. نحب نرحب بالمشتركات الجدد، نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي، نورتوني في قناتي وخياتي مشتركات الغاليات. شكرا حبوباتي على دعمكم وتشجيعكم وكلامكم الحلو، الله يحلي ايامكم ان شاء الله. وبالنسبه اللي راهم يتفرجوا في هذا لا فيديو وجازين طريق، نقول لك يا الغاليه ديري ستوب، اشتركي وفعلي زر الجرس باش دائما يلحقوك فيديوهات ام علي. ونبدا الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، طليت عليكم بهلا فيديو حبيبات قلبي، ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسونيش بالجيم لا فيديو وشجعوني في كومنت يا خياتي. فيديو تاع اليوم جد متنوع. في بدايه لا فيديو ديالنا راح نشوفوا مع بعض روتين متنوع، راح نشوفوا وصفه هذه الكيكه. البنات خبوها هذه الوصفه لانها وصفه اقل شيء نقول عليها انها رائعه. وراح نشارك معكم وصفه الحوت اللي جاي صغير بزاف والبنه ديالو اروع. بالتتبيله راح تخليه بزاف بنين. وراح نشارك معكم بعض الاشغال اللي ممكن تقوم بها كل مراه سواء عامله ولا قاعده في الدار. كما راكم تشوفوا راح نبدا معكم وصفه الحوت اللي درتها لكم في قناتي ثانيه في فيديو مفصل، هكذا باش كي تحوسوا كي تحبوا تحوسوا عليها تكتبوا سردين او حوت، وصفه حوت ام علي تخرج لكم الوصفه. كيما راكم تشوفوا درت في السردين الثوم، الملح، فلفل كحل وكمون وشويه طماطش مصبره. خلطت المكونات. اذا خليتوا السردين تاعكم متبل هكذا مده طويله في الفريجيدير يكون احسن، راح تجي البنه ديالو بزاف روعه. يعني السردين كيما الدجاج هذو كامل كي ندوزنوهم نعطونا نتيجه مليحه. ومديت لكم هذه التدبيره نحطه في كيس بلاستيكي باش ما نوسخش كامل المواعن، و ميم طون سهل باش نخلطوه بلا ما نقيسوه. كيما قلت لكم تبلت السردين ديالي وحطيته في الكيس البلاستيكي ونبدا نقلي فيه. بديت بيان سور نستف فيه بالطريقه التقليديه اللي تعرفوها كامله، وقليتهم وجا واحد السردين واش نقول لكم من يديكم. سورتو فيه بنات الثوم والكمون، هذو هم الاساسيات في السردين الثوم والكمون، وزدت الفلفل الكحل وجا مشرب هذيك التتبيله جا بزاف بنين. وبيان سور كي نقول السردين نقول لا جافيل والصابون وتفحفح باش ما تبقاش ريحه السردين في الكوزينه. راح نخليكم شويه مع لا فيديو ونعاود نولي لكم باش نعملوا الكيكه مع بعض. وهنا راح نعمل كيكه بسيطه وسهله راح تعطينا نتيجه رائعه. يعني من ضمن الكيكات اللي كنا نديروها زمان، يعني وصفات قديمه عندها واحد الكو سبيسيال فريمون هايله. واش نسحقوا في هذه الكيكه؟ يعني فيها عده مراحل ولكن النتيجه ديالها من اربع ما يكون. نسحقوا فيها ربع حبات بيض، كاس الى ربع سكر، كاس الى ربع زيت، كاس حليب، ملعقة لافاني، ونحتاج زوج كيسان ونص فارينة، وزوج أكياس خميرة الحلوى، ونحتاج زوج مغارف كاكاو. نخلط المكونات. تقدروا تخلطهم حتى بالفوي. خلطت البنات الكيكة ديالي بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. قسمت الخليط على زوج، نص درت له زوج مغارف كاكاو وزدت له زوج مغارف تاع الحليب باش يجي القوام ديالو كيف مع الخليط الأول. وراكم تشوفوا الطريقه، نحط الخليط الاسود هو الاول في السنيوه. بعد ما دهنتها بالزيت وشدها شدت عليها الفرينه، نحط نصف الكميه من الخليط الاسود كما راكم تشوفوا. نسويه مليح، نشعل الفرن من تحت، نخليه حتى تشوفوه نشف تماما وطاب. بعد نطفي الفرن من تحت ونشعله من الفوق ونكمل كامل الطبقات من الفوق. فوالا، بعد ما طابت الطبقة الأولى تاع الشوكولا كما راكم تشوفون نزيد عليها نص الكمية من الخليط الأبيض. نفس الشيء نسويه مليح ونحطوه للفرن اللي مشعول من الفوق دايما، ونكرر نفس الطريقة حتى نكملو كامل الطبقات.
وهنا راح نبدا نوجدوا لاصوص تاعنا. جات واحد الكاناج بزاف هايله، درت هنايا 5 مغارف تاع السكر، 2 مغارف كاكاو، درت واحده من بعد شفت مخصوص شويه، زدت له مغرفه واحده اخرى، زدت 3 مغارف تاع الزيت، وزدت كاس تاع الماء، خلطهم مليح ونحطوه على النار حتى تشوفوا الخليط خلاص ولا ثقيل، نحيه من النار ونحط له 4 قطع تاع الشوكولا، نخلطهم مليح حتى تذوب هذيك الشوكولا. الكيكة ديالي بعد ما نحيتها من الفرن نخليها تبرد شوية ونسقيها بالشربات. الشربات درت فيها كاس سكر، 2 كيسان ماء، خليتهم على نار 15 دقيقة وطفيت عليه، خليتهم حتى برد، خليت الشربات ديالي حتى بردت تماما وشربت بها الكيكة تاعنا. اللي حابة تسقيها بالحليب ممكن، كيما راكم تشوفوا شربت مليح الكيكة، ونحط لها هذاك الخليط تاع الشوكولا، نزينها بالشي اللي متوفر عندكم في الدار. دائما نقول لكم جود بالموجود، خاصه كي نعملها للعائله. انا درت لها شويه تاع الكاوكاو من الاطراف، ولكن ننصحكم تخليوا الشوكولا اللي حطيناها من الفوق تنشف شويه باش ما تسيلش على الكاوكاو كيما درت انايا. هاي لك حبيباتي الكيكة تاعنا مع قهوة حليب ومع العصائر، يعني جات ما شاء الله بنة هايلة رائعة، تجي فريمون خفيفة كل قطن. راح نقسمها معكم تشوفوها للداخل اللي مستقيت الوصفة، شوفوا تجي هايلة والبنة ديالها ما نحكيلكمش. يعني نتمنى انكم تجربوها، بالنسبة للناس بيان سور اللي ما يعرفوهاش هذه الوصفة قديمة على كل حال. فوالا هذه يا خياتي بالنسبه لفيديو تاع اليوم اللي نتمنى تكون عجبتكم، وبهذا المناظر الجميله تاع البحر، يعني هذا البحر المخير عندي بالنسبه للساكنين في تيزي وزو. انا نحب نروح لهذا لابلاج، الاسم ديالها اسالس، يعني مكان بزاف هايل، بزاف شباب، فاميليال، وفيه لا سيكوريتي. يعني انا ما نعمش بصح كي نقعد تما كنحس روحي اليز. درك نخليكم مع هذا المناظر، نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.